الانتماء إليها وتوعية الأجيال القادمة بالمخاطر بها. وقد استطاعت هذه المبادرات من خلال أدوات بسيطة وتكاليف زهيدة أن تحقق أهدافها على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. المزيد حول ذلك في تقرير مراسلتنا إيمان عريقات. يوم دراسي جديد لمئات الطالبات في مدرسة العودة في مدينة بيت لحم. المدرسة أدخلت منذ مطلع العام الجاري قطعا من التطريز الفلسطيني على الزي المدرسي للطالبات. ميرال عيسى طالبة في الصف الثامن الإعدادي اختارت شكل زهرة تمتاز بها مدينة بيت لحم وطرزتها بمساعدة جدتها على زيها المدرسي. هاي التطريزة كانت لبستها ستي وهي كانت تنوع فيها وتحطها على تقريبا جميع أثوابها. أنا بدي أحافظ عليها وأحافظ على جمالها وتاريخها للأيام القادمة. إضافة التطريز إلى الزي المدرسي مبادرة هي الأولى من نوعها في الضفة الغربية. الفكرة بدأ العمل عليها منذ نحو عام ودخلت حيز التطبيق مؤخرا من خلال حصص عملية تعليمية. الهدف هو زيادة وعي الجيل الناشئ بأهمية التطريز كمكون رئيس للهوية التاريخية الفلسطينية. بلشت الفكرة من الهجمة الإسرائيلية على سرقة التراث الفلسطيني، لحيث بلشوا بعرض الأزياء في الخارج إنهم يلبسوا الكوفية ويسرقوا الزي الفلسطيني، فكان الرد عليهم إنه إحنا لازم نثبت حقنا ونثبت تراثنا لطالباتنا بالتطريز على المريول. نجمة كنعان تعتبر من أهم الرموز التاريخية والأشكال المتنوعة التي تروي قصصا مختلفة في فن التطريز الفلسطيني المتناقل من الأجداد إلى الأحفاد لحماية هوية وتراث. تزايدت المبادرات الشعبية في الآونة الأخيرة وتعددت للحفاظ عليها. بلوزتي فلسطينية كما يقال باللهجة الفلسطينية الدارجة اسم مشروع أطلقه عدد من الطلاب الجامعيين قبل 3 سنوات في عدد من نقاط البيع في الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر وبعض الدول العربية. الفكرة تعتمد على تصنيع ملابس ومقتنيات فلسطينية تحمل رموزا وشعارات تعزز من هوية مرتديها. الفكرة تقوم أساسا على فكرة أنه ربط الفلسطينيين اللي هم في ربط فلسطيني في الشتات في المهجر فلسطينيين الداخل. الرسالة أنه مش راح ننسى وطننا وراح نضلنا متمسكين. خلال الأشهر الأخيرة تضاعف الإقبال المحلي والعربي على شراء منتجات هذه المبادرة التي يقول القائمون عليها إن انتشارها يحافظ على هوية فلسطينية مهددة بالطمس والسرقة. من الأراضي الفلسطينية إيمان عريقات، بي بي سي.